معنى الاحترام بالنسبة لي هو والقدر بالنسبة لي هو. ناخذو سي محسن معنا على التليفون. مرحبا بك. السلام عليكم. شو أحوالك يا سيدي؟ والله الحمد لله وبارك الله فيك على المواضيع الهامة اللي يعيشك يا سيدي. يعيشك. إذا سي محسن أنت أكيد تتكيف. لا 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 الحمد لله به ياي. لكن باش تعطي موقف. أنا مؤمن من زلت في السنة من 16-17 سنة. أنا وبعض أولاد هكا بدينا نحاول نتعلموه. ثم أستاذ الرحم على والديه أستاذ نتاع معك في زيت وشيني هو سبورتيف وما يتكيفش شافنا في السبعينات يعني شافنا عملنا لنا يمكن نص ساعة في الساس حد فينا على مبر الدخان بالرغم ما عنده أكثر يكون نص قرن تو. سي محسن فقط باش نرجع بيك شوية للصغار ما نعرفش ما فماش شكون يمكن من الصغيرات اللي ما تغرش وما حاولش يجرب هو وصحابه في الساحة ولا قدام المدرسة وإلا يقول لك يجي جرب نفس وإلا هك المقولة الشهيرة قبل كانوا يقولوها باش تكمي قول بابا جاء ما نعرفش كنتوا هكيك انتوما في الصغرى ولا لا هي اما لا كنا كبار شوي اما مش كيما تو ولد 10 سنين للاسف يتكيف ويضر في صحته لانه كلنا تعدينا على التجربه هذه يمكن تختلف التسميات والحاجات باهي على كل كمل احكي لنا عاد من وقتها هداني ربي عليه وتصور رحم له على والديه ان شاء الله يكون مازال حي يسمع فيا هدانا ربي عليه عاد ثم بعض هكاك اللي اعطينا شويه ديمقراطيه نحكوا معاه شويه صراحه ثم بعض وكانوا كبار قبل تلقاه يدخل السجن عمره ممكن 8-9-10 سنين يعني وصلنا للثانوي ثم اللي عمره قريب 20 وقت ثم واحد نذكره زميلنا تلميذ قال له مسيو ما باش نحسوا هو احنا حتى كني ولينا رجال قال له ما انا مسيو على اسمه هو مسيو غويل بشير الله يذكره بشير الله يرحمه كان الله يرحمه كان قال له ما انا نقصر جولي هو اعز استاذ واحسن استاذ في البدن في العقل في القدر في كل شيء بمعنى سي محسن الوليدات الصغار كانوا يتكيفوا باش يبرهنوا نوعا ما الرجوله نتاعهم هذا اللي نفهم اي هذيك صحت هذيك هي الفكره اللي ما الاغلبيه يقول لك انا راني تكيفت باش نولي نحس روحي كبرت وليت راجل وهي فكره غلط على طول غلط على طول وانا بكري كي اعطيت المقوله نتاع بابا جي وكانه فما الخوف انه نشدوا السيجارو قدام شخص كبير وخاصه الاب اللي هو رب العائله لكن اليوم الموازين هذه تبدلت من عش كيفاش ولات التسميات اليوم لانه اليوم نلقاو برشا شباب يتكيفوا قدام والديهم قدام بوهم بالاحرى للاسف احنا توسمين لك ثم واحد تحاكم ما نعرفش وروه كيفاش وده 3 ولا 4 سنين عطيه يشرف الثلثه ويتكيف معنا ساعات الوالدين هم اللي يجيبوا يهلكوا صارهم الله غالب هذه ماساه انا كتبت عليه قصائد للواحد قصائد برشا على ضد التدخين هو راه قلت لي صديق عزيز الله يرحمه الشاعر ولاد احمد كان مدمن ياسر الله يرحمه على التدخين هو السبب في السرطان وقضى عليه عاد قلت اكره وامقت واعادي التدخين كما لا يعاديه في تونس احد على قضاء وزن قصيدته هو احب البلاد كما لا يحب البلاد احد عليها برشا برشا محاولات كتب زاد على المراه اللي ما تحملش التدخين وتاخو راجل يتكيف هاتش يصير لها واش تتمناه يبعد اختار النصوص ما يجي قدامي يعني انه عندك تجربه مع التدخين خاصه وانه فقدت واحد من اعز اصدقائك من جراء التدخين وبعض قاربي والله منهم امراه في العائله وراي عندها برشا عندها يمكن اكثر من 30 سنه منعت بالسيف يعني سرطان الثدي شنو السبب؟ صغيرة وقت عمرها تقريبا 34-35 كانت هي تتكيف ولا كان زوجها؟ لا 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 راجلها كان يتكيف في البيت يتكيف في نوع يسموه الخضرة وقوي ياسر قبل يمكن يحي في جزء بقوات في النار مسكينة وهي سنوات وقعدت معاه تمشي معاه 15 سنة وضربها السرطان يا رسول الله مع شوية ستريس وهي ديما في الدار وضغط الصغار ومشاكل الدنيا حتى ومسكينة رصت لها
هذا ربي مرعته ما كنتش حاجة الحمد لله. يعني يوريك مآسي. أنا نعرف برشا أقارب ضرهم وصلهم بالموت. ثم كان السبت قبل زاد مصيبة أخرى. أي. السبت يتو ما عادش. السبت قبل يتايفوا ناس بكري زاد صور ونذكر واحد من الفاميلي قتل مات أبوه وبعد 10-12 سنة زاد خلطت عليه الولد الكبير. السبت ياسر النهار كل السبت يفهمه. هذه في السبعينات توفى الله يرحمه. واحد في بداية السبعينات والأخر في الثمانينات. أي قبل كان الجماعة تحت السور زيدا والتكروري. التكروري حاجة أخرى. التكروري والله التكروري. التكروري اللي خطر يعمل سيجار في النهار والاثنين من فوتي. أنا راح أقل مضرة من الدخان هذا. خاطر الدخان هذا فيه سموم. أسأل أنت الطب نتاع الصحة شي يقول لك عليه خاصة المختصين. كل مرة نسمع طبيب ولا طبيبة خاصة اليوم الطبيب الله يرحم والديها وعرفش بنا قناة يعني ما هي مختصة بالتدخين يعني توصي وتعاود والسيد زاد اللي قبلي تو تكلم يعطيه الصحة وبركة الله فيه يفيق في العباد رأي مضرته كبيرة ياسر 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 يعني يضر الكبير والصغير في برشا حاجات أكيد. حتى السرطان حتى يوصلهم حتى عدم الإنجاب للعجز الجنسي وغيره أكيد وغيره. يوصل يعمل حتى العقم صحيح صحيح يضر حتى الجنين في كرش أمه. هاي تتصور أنت المرأة هذا رجل يتكيف ويتشم ما تحدوش يتكيف الجنين يضر. أنا أكيد. نعرف امرأة كبيرة من الجنوب أنا أصلي محسوب الجنوب بس نعرف امرأة كبيرة من المدنين مسكينة هو 10 سنين التالي ضربها السرطان في الذرة. أشنو السبب؟ رجل لكن كيف والطرفة وين الطرفة وين نحكي معاها مرة قالت لي شوف قلت لها كيفاش أنت قالت لي راهو الراجل الله يرحمه مات هو بالتدخين موصل 60 سنة مات وقالت لي راهو وقت عرسنا العام الأول هو يتكيف وأنا نشم قالت لي نهار اللي يغيب ضر راسي يوجع صاير فيا من فرهد كان يجي يتكيف يا رسول الله وليت مدمنة مستنشقة هذه مدمنة مستنشقة بالاستنشاق اي هكاك ولد قالت لي ديما أنا ديما نقول له تكيف هو يتكيف وقالت له أنا نشم ماذا بي يتكيف سواق الكل في الدار مشى وضربها السرطان يا رسول الله. مآسي دونك أكيد مهم برشا أنه تحكيوا لنا على التجارب هذه بالنسبة للأشخاص اللي سواء كانت دخن وإلا حتى الفومور باسيف اللي يبدأوا موجودين في وسط نفس القاعة ولا في نفس الدار مع شخص يتكيف ينجموا زادة هما يتضروا ويمكن يتضروا أكثر وخاصة للصغيرات اللي موجودين في وسط العائلات اللي تتكيف لابد أنه نلفتوا الانتباه للناس هذوما باش يكون عندهم أكثر وعي. ما زلنا باش ناخذوا تليفوناتكم على 31-380-1000 كيف كيف 58-550-706 مشكور سي محسن على المداخلة. ناخذوا سي محمد معانا على التليفون. مرحبا بك. أهلا وبيك أكثر بنتي فرح. شنو أحوالك؟ شنو أحوالك يا سيدي؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. وسلم عليك أنت برشا والعاملين في أفلام ومستمعين على الأجندة. يفضلك يا سي محمد. الله يخليك. سي محمد تتكيف ولا ما تتكيفش؟ والله يا ربي تابع لي والحمد لله. الحمد لله. وكنت من المدخنين منذ نعومة أصفاري. كيفاش؟ يعني حبيت لي قديش عمرك؟ أنا والله عمري 9 سنين من سنين 9 سنين وسيجار أطول مني فما ماركة مش لازم نذكرها بعدي تو نقرأ وكنت نهز وقيدة كذا ما تشخشخش قردول كنت فما وقيد تلتغط باش ما تشخشخش على خاطر في مكتوبي تعمل حس الوقيدة فما خويت كاخت هاك اللي تقطعها نذكرها هاك الوقيدة ويشعل وندور فما صور بحذا المدرسة ويشعل سيجار وعلتها وانا صغير بكل. كيفاش تعلمت 9 سنين التدخين يا سي محمد؟ ما وقت اللي الأب يبدا يتكيف تخلق الرغبة في الابن لأن الأب هو البسل الأعلى فتكون الرغبة اللي يوديه واللي مو ما يتكيفش. وكنا أنا ذاك الزمن الجميل أنا نقوله نسكن بيتا واحدة لأننا كنا في بيت صغير هو صغير لكن ملؤه السعادة فيه السعادة كبيرة البيت هذا فكنا نستنشق الدخان وكل النسبة المئوية هي أكسجين يتكيف الجليس متاعك يأخذ 1/6 يعني أكسجين يستنشق الجليس متاعك
في يوم من الأيام ذهبت امرأة إلى طبيب أمراض صدرية وعدت لزرها شيء قديم وأنا فيه، قال لها أمي من فضلك تنقص من التدخين يا رسول الله، وهي ما تتكيفش ما تتكيفش هي لأن زوجها هي يدخن. قلت له يا ولي راني ما نتكيفش. قال لها ملا فما شكون اللي يتكيف؟ قلت له زوجي. قال لها ملا زوجك ردك انت كيف ويمر المزار الله يبعد عين المزار وعن السنين الى الجنين اي نعم لانه مخطر اكثر من الكحول. الكحول ضرها اكثر من نفعها هذا ذكر في كلام الله. اما التدخين فكله مضار. كيف اقلعت كيف تناديت بالتدخين؟ او اعطيني كيفاش انطلقت في التدخين وانت في سن التاسعه يا سي محمد؟ انطلقت واصبحت معناتها نضبب، احنا نقولوا باللغه نضبب. يضبب يعني يعمل سيجار وينزل. محشش معناتها. مصروفي نشري منه ونتكيف كذا غنين. ففي يوم من الايام خاطر احنا في عائله في المحافظه يعني ما نجموش نتكيفوا قدام والدينا ولا نقدروا الاب والام. نخرجوا ليلا، اخرجوا باش نعمر راسي باش نشعل سيجارو. هذا هو الليكسيك، هذا هو مذبب محشش نعمر راسي. فانتبهت امي وكانت تخشى علي من اي مكروه. فتحدثت مع ابي وقالت له تقول ولدي يتكيف هو ليش يخرج من مخاطر وكذا وفي الليل ويشتاق احنا نعمل به يتكيف يقول له يتكيف زهرة وكهو. طلب مني انك انني ليس لي الجرأة جو ني با دوداس تخيني ديفون مون بير. قال لي عيش ولدي ما تخرج في الليل فما مخاطر. كيف 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 روحك تب قدامنا كيف باهي. اعطاني شجاع سمح لي حتى والله بسمح قوس انا تو سموني تفضل. ليس هناك علاقة بين التدخين والقدر، هذا هو اللي نحب نحكي فيه اليوم. انشد مجرب ما تنشدش طبيب باهي. قد اكون لا ادخن امام ابي ولكن لا احترمه. صحيح. جيت نحترمه كما تدخين شهو ليش بدا عليه بدوني عشره نقطه ما نسمعش كلامه جيت نتكيش برك قدامه، لكن قد اكون ادخن امام ابي وامي واحترمهم كثيرا. فقط بالنسبه سي محمد للاشخاص اللي يعتبروا التدخين قله احترام، وانت في البدايه قلت لي باش نرجع للاشخاص اللي يعتبروا هذا، نعرف اللي انت لا تعتبر انه فما صله بين التدخين وقله الاحترام او الاحترام. بالنسبه في البدايه وقت اللي حكيت قلت انه عاده الابن ياخذ من بوه هالصنعه هذه نتاع التدخين، يعيش في انفيرونمون يبدا بروبيس البو يتكيف، دونك الصغير اسونسيلمون يبدا يتكيف. نعرفوا اللي الاحترام لابد انه يكون متبادل، هل نجموا نعتبروا وقت اللي البو يشد سيجارو قدام ولده ولا قدام زوجته ولا قدام بنته هي قله احترام؟ لا لا دخل في الاحترام. الاحترام هو المنطق، هو السلوك، هو كيف نخاطب ابنائنا بكل ادب ونوفر لهم كل ما يحتاجونه. الاحترام شيء ونحن يتكيف ساعتيا. والله لا عمري عليت كنت على بابا انا رغم اني نتكيف قدامه ولا عمري فتح لي بدوني. معناتها وقت اللي قال لك تشوا في فيغ دونك انت وليت تتكيف قدام الوالد. اذن لي لان احترام الوالدين هو شيء اجباري مش اختياري. ربي جوا لا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا. تحب تربح في الدنيا يا غير يا والدي
تو تشوف شو أنا أمي أنت في يوم من الأيام قلت له أمي أنت راضي عليها خطر عشت بعد والدي رحمه الله عليه 30 سنة وهي عندي قلت له أمي راضي عليها أنت مش أشوفه وأنا وين موجود قلت لي يجعل الناس الكل كيف اختبار عملي نرجع طول الموضوع على كيفاش بطلت الدخان اي كيفاش يا أخي قدرت كيف هاوكا أنا جاء بطر من الوزراء قلت لو عليها ما عشان كيف بي هكا في الكاتريا ماني سيكوندير اي عرضت على صديق اي مدخن اي يقول لي فوق علينا نمشي وحنا طب مش نمشي نقعدوا نلعبوا سبور يقول لي سبور خير وكله نمشيو في مكان اي المدينة على اركز بدي سيجارو اي يودي فكري يقول لي كيف فرجعت رويدا رويدا واصبحت مدمنا من جديد لان الانسان قلت بلطة وريحي جرب يعني تناديته وليت لغرب الباكو ونص وقام زوز باكويت يا رسول الله زوز باكويت 40 سيجارو معناتها هذا السيجارو هيك رجعت ورجعت والرجوع ليس بأحمد قدرت كيف اي ونلعب ماتش فولي سخيروش ونعشى سخيروش وليت له على الزبال في زمان مش عارف شنو ربي سهل لي واخطبت اي بنت من عائلتي اي من عدت عليك الدخان لا 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 مكية شكون ميلا يا سي محمد قرار اي وأحد بي نخسيب المراغل بتك يا سي محمد لا انا مو انا مارك جو نحب نحوص فارسل نمشيو مع بعضنا نحوص ونمشيو حتى لا اوديها برائحة التدخين اي اخذت قرارا وكان في شهر رمضان لتروى اوت من نرسول كبر من تيع اي بقوا في في منتج السيجارو بي قلت له أيها السيجار أي. قطيعة معك إلى الأبد كهو. وتركت سوفينير وي. لأن عندما أجوب المدينة مع خطيبتي تتأذى برائحة الكريهة فلا أسمح لنفسي أن أوديها لأنني أحبها كثيرا الحمد لله جيت المدام في حياتك يا سي محمد وهكيك الحمد لله جيت المدام في حياتك لأنه أنت كنت تعمل أقسمة في جهدك أنك تكون رائحتك بنينة بعيدة على الدخان دونك هذيك اللي خليك أنت مسبب ربي جعلكم شيء سبب كهو أسباب ومسببك بوجود السبب يوجد شيء وبزاول السبب يزول شيء فكانت يعني معكم علي بجداء أول حاجة خلعت عن التدخين الثاني حاجة وكان حبها كل يوم حبك يزيد كل يوم حبك يزيد بربي حطوا يا عبي الحب هاي بهدية تحياتي ليها يا سي محمد وأنجبت لي ثلاثة أبناء ما شاء الله ما شاء الله وامتلأ أسس الزوجية بالسعادة إن شاء الله دايما سعادة يا ربي ومشكور زوجتي اسمها منيرة مرحبا بك يا مدام منيرة أنا في السبيل في حياتي أي كنت مأتيهم في الظلام أي فأنا رفي بنور بأسلها هيا هيا يا سي محمد هيا يعطيك الصحة سي محمد مشكور محلي الكلام نتاعك ومحلي ضحكتك وإن شاء الله ديما سعادة وفرح وإن شاء الله كل يوم حبك يزيد لإي اف ام زيدا وتكون ديما من بين المستمعين نتاعنا يعطيك الصحة يا سيدي بارك الله فيك يفضلك يا سيدي أكيد باش نمشي فاصل ومن بعد راجعين باش نتواصلوا معكم معكم برهان